ما طنط يا ابني، نشفت ريقنا. بعد اذن معاليك يا باشا، احنا هناخده نعمل معاه واجب. مش قبل ما نسمع منه الاول؟ لا، انتوا وعدتوني ان محدش هيمد ايده عليا. حصل، بس للصبر حدود. انت بقالك ساعه لا عايز تنطق ولا تتكلم، عامل زي ابو الهول. ايه، شربت ليمون وشاي وقهوه على الريحه؟ ما تنطق بقى وتخلصنا. انا جاي بخصوص حادثه سعد الدالي. من ساعه ما صحوني من النوم وجابوني على ملا وشي وانا عارف الموضوع ده. عندك جديد؟ انا اللي قتلت سعد الدالي. ايه، بتبصولي كده ليه؟ نفذت العمليه انت ومين؟ هتكتبه؟ طبعا اكتبه. اللي نفذوا العمليه هشام ابو ليلى ووليد خطاب ووائل المتولي. انتوا الاربعه بس؟ والموتوسيكلات؟ اللي جهزها للعملية فتوح الحاوي، ده أصلا عنده محل موتوسيكلات جنب ميدان سيدنا الحسين. الحقيقة أنا معجب بيك جدا يا مونس، معجب بيك على تعاونك الكبير معانا ده، وطبعا أنت هتقول لنا على عناوينهم. طبعا. ابعتوا وهاتوا في سرد مونس، وجهزوا القوة اللي هتهاجم بقية المجموعة. أنا كنت عايز أسأل سعادتك سؤال. اسأل يا مونس يا ابني، ما تخافش. انت هتتمتع بحمايه شخصيه مني لحد محاكمتكم ما تتم على خير ان شاء الله. لا سعادتك، سيبك من المحاكمه دي، سعادتك فهمتني غلط. انا سؤالي، هو حضرتك فعلا وزير الداخليه؟ ايوه يا ابني، انا وزير الداخليه. انت ما بتشوفش صوري في الجرايد ولا ايه؟ طب ازاي بقى سعادتك، ازاي تحقيق مهم بالشكل ده ياخد الوقت ده كله؟ واهم سؤال المفروض ان هو يبقى اول سؤال ما تسالش لحد دلوقتي. جل من لا يصل يا مهندس. يا ابني سؤال ايه ده اللي ما سالناهوش؟ اسمك ايه؟ يا راجل، ما انت طبعا هتقول عليه. اذا كان انت قلت على كل اسامي زمايلك يبقى مش هتقول على اسمك، معقول ولا ايه يا مهندس؟ طبعا هتكتبه. اكتبه. اللي موجود في بطاقتي مؤنس علي الطويل. جميل قوي. في اسم شهرة ولا حاجة تحب نضيفه؟ لا لا لا، فاضل اسم الحقيقي، لأن اللي مكتوب في أوراقي وفي بطاقتي مزيف. مزيف؟ وبتزور كمان يا مؤنس. الحقيقة أنا معجب جدا بشجاعتك. وليس سعادتك، لما هتعرف أنا مين هتعجب بيا أكتر. اتفضل يا ابني، احنا كلنا سامعينك، ولو اني ما عنديش وقت اقعد معاكوا اكتر من كده. انا مؤنس سعد عويضة الدالي. مين؟ فضلت لحد ما بقى عندي 8 سنين وانا فاكر ان انا ابن المرحوم علي الطويل، لحد ما في يوم وبعد نص الليل بشويه بدل ما تترمي في حضني، ولا ما كنتش متصور ان احنا هنتقابل تاني؟ المنصوره بلد جميله وهاديه بس صغيره، والغريب فيها بشويه مجهود صغير الواحد يقدر يوصل له، وخصوصا لو كان واحده ست. وست ايه؟ مش هتقلعها. مين ده؟ المرحوم جوزي. الله يرحمه. طبعا انت مرتاحه كده. وطي صوتك لو سمحت يا سعد بيه. ايه، عندك ضيوف جوه ولا رجعتك شغلتك القديمه؟ ادخل يا مهندس جوه يا حبيبي، يابا عندك مدرسه بكره. ادخل. ورغم انها وصلتني لحد السرير وغطتني عشان انام، والنوم طار من عينيا، ووصلني طراطيش كلام ما كنتش فاهمه. ايوه، ما كنتش فاهمه قوي في وقتها. فكرة حلوة انك تسميه مؤنس يعني عشان يؤنسك يعني. كنت مستعجلة على الجواز ليه؟ سيجارة؟ ايه، بطلتي؟ ولا لازم تكون محشية؟ الصوت هنا بيسر والناس بتعاملني بكل ذوق واحترام. بيعاملوك باحترام؟ ليه؟ ما قمتيش بواجب مع الجيران؟ يعني فرح، خطوبة، طهور، عيد ميلاد، بس صعب.
صعبة الرقص هي عن المزيكا بتاعت عيد الميلاد. هابي بيرثدي تو يو. وحتى لو قالوها سريع تبقى صعب. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي. لا صعب. أرجوك اسعدي بيه، ما حدش يعرف إني بشتغل رقاصة. لازم قلت لهم إنك بتشتغلي ممرضة زي أفلام حسن الإمام. طب البلطو الأبيض بتلبسيه فوق بدلة الرقص ولا بتشيليه في شنطة بلاستيك؟ آسف. الدنيا ليل والصوت بيسري. وانتي ست محترمة. أنا انتي حشرة. انتي حشرة وغبية. لو كنت عايز اخلص مني كنت خلصتي منك من غير ما اشوفك. بس اني كنت حريص ان انا اوصل لك. عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ عشان اقول لك انتي ليه حقيرة وغبية. اللي يهرب مني ما يجيش المنصورة. ولو جه المنصورة ما يقعدش في شارع قريب من شارع صيام. مش شارع صيام ده، هو شارع العوالم في المنصورة. يبقى الرقاصة اللي عايزة تعمل مش رقاصة وتخم الجيران وتمشي أمورها هتسكن في شارع زي ده. صح؟ صح. كده وافقتيني إنك غبية. أقولك بقى إنك ليه حشرة. كانت لحظات صعبة جدا على طفل في سني وهو بيشوف أمه بتتضرب قدام عينيه بمنتهى القسوة من راجل غريب. أنا كنت فاكر إنه غريب، لكن الشيء اللي لا يمكن يروح من ذاكرتي أبدا ساعة لما ها يا مؤنس يا ابني كمل. أنا ما كنتش أعرف يعني إيه حلال وحرام إلا في الكذب، في الغش، في السرقة. لكن في الحالة دي عرفت كل حاجة. عرفت ايه يعني راجل ياخد حقه بمنتهى الجبروت والقسوة من ست غلبانة ما حبتهاش اي حاجة غير طفل عامل زي قشة اقل حاجة ممكن تكسره. شقة مش بطالة بس مش قد المهام، يعني كان لازم تشوفي لك فيلا او قصر على الكورنيش. ما عندكيش حاجه حلوه؟ بسبوسه مشبك. ايه استحليتي الحكايه وتقضي طول الليل في السرير ولا ايه؟ قومي غيري والحقيني بره عشان نكمل كلامنا. يلا هم بسرعه. ايه ما تخافش تعالى قول لي بقى انت في سنه ايه؟ ثانيه. اعدادي؟ لا ابتدائي. يا سبحان الله. انت عارف انا مين؟ ما تخافش انت. لا اوعى تفتكر ان انا عمو او حد من اصحاب ماما. هي ماما برضه مش لها اصحاب؟ معرفش. ليه؟ وما حدش بيزوركم؟ ما تخافش ما تخافش. ايه ايه خد خد خد. انا زي بابا. زي ايه ده؟ انا قلت لك تدخل تنام وحطيتك في السرير بايدي. ايه اللي صحاك دلوقتي؟ ايه ما دام صاحي خليه معانا على الاقل فرصه تقولي له انا مين قدامي. ارجوك يا سعد بيه، مؤنس في كل الحالات ملوش ذنب. يلا حبيبي. أوراقي فين؟ أوراقك؟ حق اللي استأمنتك عليها موجودة. عظيم. مش أنا الأوان بقى إن الأمانة ترجع لأصحابها؟ وحقي؟ حقك؟ بعد اللي عملتيه معايا المفروض أنت اللي تدفعي لي. بس هشوف عشان خاطر الواد اليتيم اللي جوه ده. هو مؤنس مش يتيم برضه؟ آه. الإجراءات بتاخد 48 ساعة وأنت حافظة بياناتي صم. ما تقلقش، بس مؤنس ولد ذكي جدا ومش عايزاه يحس بحاجة. أبوس إيدك. على قد ما تزرعي على قد ما تحصدي. قدامك 48 ساعة بس. صباحية مباركة. نسيت أقول لك اللي تعمل معايا اللي عملتيه من شوية ومن غير جواز تبقى أقل من حشرة. يلا يا مؤنس يا حبيبي.
يلا يلا حبيبي يلا. رحنا لمحطة القطر وركبنا من هناك لإسكندرية. وبعدين؟ نزلنا عند واحدة صاحبتها اسمها نوسة، كانت بتشتغل برضو رقاصة بس في كباري على البحر. طيب وسعد بالدالي ايه كان دوره في الليلة دي كلها؟ لو حضرتك عايز تعرف كل التفاصيل ارجوك ما تقاطعنيش. حاضر اتفضل كمل. انا كنت بشتغل في المطبخ بتاع الكباريه، المكان اللي بيعملوا فيه المزات، كنت بقشر جزر وخيار. يعني عشان ما اطولش عليكم، بعد مرور 6 شهور تقريبا بقول لكم ايه، انا جوعت عايز انام. دش يا جميل، قوم خد حمامك. حد يجي فوطه الباشا. ايوه يا فندم. اتفضل مال عزينه. دكتور وائل. ايوه انا دكتور وائل. معانا يا فندم. خير في حاجه؟ شبعت؟ الحمد لله نعمة. طب اتفضل كمل. حاضر. انتوا ما بتكتبوش ليه؟ ايه حكاية اكتبوا اكتبوا دي؟ بعد اذن معاليك يا باشا، انت في حد قالك ان احنا ما بنعرفش نكتب؟ ايه ده يا عظم يا فندم، احنا صبرنا عليك كتير سعادتك، وانا من ساعة ما شفته معاليك وانا متشائم. ايه ده يا عظم، وافرد وشك ده. وانت يا ابني كمل وخلصنا.